اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أنت الوتر الذي لا شريك لك، نسألك اللهم تحقيق التوحيد، ونعوذ بك من الشرك والشك والشقاق والنفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب. اللهم ارزقنا حسن الظن بك وقوة التوكل عليك. ربنا أنت الحي الذي لا تموت، أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. يا نور نور قلوبنا، واشرح صدورنا، وأتمم لنا نورنا، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. يا عليم يا حكيم، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وفقهنا في الدين، وعلمنا التأويل. يا هادي اهدنا وسددنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. يا قدير أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا أنت الأعلى، ارفع ذكرنا، وضع عنا وزرنا، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا أنت رؤوف شديد الرحمة، اللهم ارأف بأموات المسلمين، وارفع درجاتهم في عليين، وألحقهم بصالح سلف المؤمنين، واغفر لهم واغفر ذنوبهم وخطاياهم يا رب العالمين. يا سميع يا بصير، اجعلنا عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولك في جميع الأحوال من الذاكرين. يا صمد أنت تلجأ إليك العباد لقضاء حوائجها، فاللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين،
وارزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون، يا واسع يا عليم، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا رحيم يا رحمن، نجنا من النار. اللهم إنا نسألك بشكرك وكرمك وجمالك أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. إلهنا وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وانفع اللهم بهما الإسلام والمسلمين. ويا قادر وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.